اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من ممكن، وحلقه اليوم هي حلقه خاصه جدا، حلقه من الحلقات اللي جيت مخصوص اعمل لها انترو، اعمل لها مقدمه خاصه بيها، ولان الحدث كبير لن اتحدث في شيء اخر، فانا اتحدث عن جهد وعرق الاف المصريين وعن حلم ملايين المصريين، اني اتحدث اليوم عن قناة السويس. لما وبعد مرور سنة، لما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع القناة من سنة، كان أول كلام للإخوان ده مشروع مرسي، وبعد شوية ده مشروع وهمي، وبعد شوية شهادات الاستثمار اللي دعاكوا ليها دي كدبه ومحدش هيدفع فلوس، والمصريين هيبينوا قد ايه هم شايفين انه مشروع كدب، وبعد شويه فلوسكم راحت عليكم، مفيش فوايد ومش هتاخدوا الفوايد. فلما خدوا الفوايد قال لك ده طلع في الارض الغام وبتحصل انهيارات، لما كملوا قال لك ده حفره على الناشف ومفيش ميه، لما كملوا قال لك ده العمال بيموتوا زعلانين وبيشتكوا، وقالوا، وفات يوم واسبوع وشهر وسنه، وهم بيقولوا واعلامهم بيقول ودقونهم بتقول، واليوم انتهت قناه السويس، بقى لدينا قناه سويس جديده، قناه حفرها البسطاء من ابناء هذا الوطن، قناه هنفرح بيها يوم 6/8. المكنة جابت قماش، والأرض جابت مية، والمراكب هتمشي، وكل مركب بيعدي في قناة السويس لازم يرفع علم مصر. ما بيحكي لي في هذا اللقاء الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، هيئة قناة السويس، فبيقول لي مرة في سفينة معدية أمريكية ورافضة تدفع علم مصر، والقانون الملاحي الدولي بيفرض عليها انها ترفع علم مصر، منعتها من المرور ووقفتها، وقائد السفينه كان رافض، وابلغنا السفاره وتقدمت باعتذار رسمي ودفعت الغرامه، اللي يعدي في بلدنا يرفع علمنا. يعني دي من الحاجات القليله اللي فيها علم بلدك بترفع على كل سفن العالم، والسفينه دي عامله زي الدوله، دوله بتتحرك في مياه. خلوني اقول لكم بعض الحاجات. سنة 1859 بدأ حفر القناة الأصلية، كان العمل بالصخرة لعشر سنوات، والامتياز ما كانش لينا، اشتغل فيها ملايين المصريين ومات فيها أعداد كبيرة جدا. أما مصر البهية، أما على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، للراحل صلاح جاهين كانت أغنية المصريين. 40,000 مصري اشتغلوا في هذه القناة مع 3,000 أجنبي، غير 25,000 أبناء قناة السويس الهيئة العظيمة، حفروا هذه القناة في سابقة لم تحدث من قبل، في أقل من سنة، مجرى بالكامل يتم الانتهاء منه في أقل من سنة، وهتشوفوا الافتتاح وهتشوفوا الجمال. كان عندنا رحلة طويلة، رحلة، بس خليني أقول لكم الحفر ده أساسا اللي ابتدى في 5 أغسطس غير إيه. قبل التطوير كان 162 كيلو متر طول المجرى الملاحي، بعد التطوير بقى 234 كيلو متر، كان عرض المجرى الملاحي 790 قدم، بقى 1580 قدم، يعني شوفوا الأرقام عشان نحس بيها. أقصى غاطس في القناة كان 45 قدم، بقى 78 قدم. السفن كانت بتعدي، بتعبر القناة من 12 ل 20 ساعة. السفن دلوقتي بتعدي في 11 ساعة فقط. شوفوا الزمن قد إيه. 10% من التجارة العالمية بتعبر عبر قناة السويس، 18,500
حاوية هي الطاقة الاستيعابية القصوى للقناة قبل التطوير، 24,000 حاوية هي اللي تستوعبهم القناة بعد التطوير، 8.5 مليار دولار تكلفة تنفيذ هذا المشروع العظيم. الإيرادات في قناة السويس كانت 2011 4 مليار و7 من عشرة دولار، 2014 5.4 مليار دولار. هذا الرقم سيتضاعف، سيبدأ في الزيادة من الآن. في الحفل المهيب اللي هتشوفوه هيعلن عن افتتاح قناة السويس وتبتدي السفن تعدي. عشان نصل للسعة الاستيعابية نكون جبنا الفلوس وعدينا لحد سنة 2021 أو 22 تقريبا. النهاردة رحلة لأول مرة، بشعر بالفخر إن أنا وزملائي كنا أول ناس نمشي في القناة الجديدة، أول برنامج يقدم فقراته أو موضوعه من على ظهر أكبر حاوية في العالم، إن احنا نكون على ظهر واحدة من أكبر الكراكات في العالم اللي سعرها بيصل من 150 ل 200 مليون دولار، حجم ضخم جدا، وهي بتشتغل في قلب القناة الجديدة. تحركنا في القناة الجديدة والقناة القديمة وممراتها علشان تشوفوا إن المشروع بقى قائم وحقيقة، وإن انتوا تفخروا. كل واحد دفع جنيه في هذه القناة علي أن يفخر بذلك ويكون سعيد ومبسوط، وكل واحد لأخ أو ابن ساهم أو زوج ساهم في هذا المكان وحفر متر أو دبش ركن أو نظف القناة أو وقف على شطها الأرض اللي راحت مننا وجابها المصريين بدمهم، النهاردة مصريين جداد، ودي ملحمة لا تتوقف، ملحمة ستظل مستمرة، هي دي مصر. واللي عمل قناة السويس الجديدة سنة 2015 يقدر يعمل حاجات كتير، يقدر يبني أهرامات، ويقدر يعمل سد، ويقدر يعمل حاجات، يعمر أرض ويزرع من جديد، يبني. نقدر، نقدر لو نوينا ولو قررنا، وحنقدر إن شاء الله. لازم أشكر الفنان الجميل المنشد الدكتور أحمد الكحلاوي اللي كلمني بعد حلقة يوم الأربعاء مباشرة وقال لي أنا عملت أغنية مخصوص للقناة، أغنية جديدة من غنائه وألحانه وتأليف الأستاذ سراج عبد القادر، أغنية لقناة السويس. قال لي ويسعدني إن أنا أهديها لك وأهديها للبرنامج لتذاع لأول مرة. هتشوف الأغنية في هذه الحلقة. أنا بشكره جدا، هو شاف إنها تبقى جزء من جوه الحلقة عشان يبقى مشارك معانا، ده إحساسنا كلنا. وبعد الرحلة أرجو أن تستمتعوا بالحلقة ولن تكون الأخيرة في هذا الإطار. احنا قررنا ان نذهب ونتحرك الى كل نقطة ضوء، ما بالكو قناة ضوء بقى، كل نقطة مضيئة في هذا الوطن سنسعى اليها لتتأكدوا ان في الوقت اللي في ناس قاعدة تطنطن وتنتقد مش عاجبها حاجة ومستاءة وقرفانة وهي قاعدة في مكاتبها وفي التكييف وماسك التليفون بتاعه وشغال قاعد يكتب على تويتر وفيسبوك ايه البلد الخربانة، ايه بلدنا فيها مشاكل بس عندنا ناس تانية بتشتغل، عشان ما يبقاش فيها مشاكل مش هتتحل وانت ماسك قاعد تلعب على التليفون. اعمل اللي عليك انت بس، فرجنا عملت ايه، نجحت في ايه في الاطار اللي انت فيه، بدل ما انت قاعد تهد وتوقع مع الناس وتحبط معنوياته. روح شوف اللي حفر القناة حفروها ازاي، شوف كل واحد بيشتغل في مكانه بينجز ازاي على قده يا اخي امكانياته. قبل ما تعايرني قول لي انت لازمتك ايه في الدنيا. انا سعيد إن قدرت أشوف أو أنقل لحضراتكم هذا الجهد العظيم العظيم الرائع الخالد للمصريين في قناة السويس. يلا بينا. أما الشيء
اهلا وسهلا بحضراتكم. من تاريخ قديم كتبه الاجداد الى تاريخ حديث يكتبه الاحفاد، نبدا رحلتنا من غرفه التحكم بهيئه قناه السويس، ولتكن بدايه الرحله مع السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. نبدا منين؟ نبدا من اجدادنا. من اجدادنا؟ رائع. لان اجدادنا هم يعني اصحاب الفضل في اللي احنا فيه دلوقتي. ودايما في مقولة ان في ناس وهم في قبورهم من سيرتهم العطرة كانهم احياء في الدنيا، واجدادنا احياء في الدنيا. هي احنا بنبدأ من قناة السويس. قناة السويس دي رمز الارادة المصرية. قناة السويس حفرت لما كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة. شارك في الحفر على مدى 10 سنوات 1 مليون نسمة من اصل 4.5 مليون نسمة. هم دول المصريين. حفروا قناة السويس بسواعدهم وأظافرهم وبدمهم وبدموعهم ليصنعوا شريان الحياة، ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع. هم دول المصريين. حرب 56 بدأت من قناة السويس. حرب 73 بدأت من قناة السويس. حرب الاستنزاف من قناة السويس. حرب 73 من قناة السويس. المعركة القادمة معركة تنمية ورخاء. حربنا على الإرهاب من قناة السويس، وسوف تبدأ من قناة السويس معركة التنمية والرخاء. في مشروعين، مشروع التنمية زي ما قلت حاجة بمنطقة قناة السويس، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة. المشروعين كلها فيهم واحد فيهم له تبعية معينة. مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس بيتبع الحكومة المصرية، ورئيس اللجنة الوزارية له دولة رئيس وزراء مصر، لكن تراءى الحكومة المصرية أن تحيل المشروع. نهاية قناة السويس كمظلة رسمية للمشروع في مرحلة الإعداد والتجهيز اللي انتهت بعرض المخطط العام للمشروع في المؤتمر الاقتصادي، وبدأنا مرحلة التنفيذ والمتابعة. المشروع الثاني مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ده بيتبع هيئة قناة السويس. نعم. لكن في ارتباط ما بين المشروعين وبعض، لأن ده بيرفع تصنيف ده وده بيرفع تصنيف ده، والاثنين بيرفعوا تصنيف مصر وبيعودوا مصر إلى الريادة والسياسية والاقتصادية في المنطقة إن شاء الله. مشروعين مع بعض سميناهم الحلم المصري العظيم. احنا من حقنا نحلم لنا ولولادنا والاحفادنا، ومن حقنا نحقق احلامنا ان شاء الله. الشباب ثم الشباب ثم الشباب. الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني المصري. عندما لا يجد الشاب فرصة العمل يفقد الامل، وقد يتحول الى اتجاهات تانية تضر بالدولة. اي شاب عايز يحلم بمستقبل واسرة ويكون نفسه من خلال هذا المشروع، وطبقا لإحصائيات مكاتب الاستشارية أنا عندي 1 مليون فرصة عمل للشباب. 1 مليون فرصة عمل للشباب المصري. بس مش موضوع فرصة عمل. نعم. موضوع الشاب لما أديله فرصة عمل وأجيبه هنا لازم أديله سكن، تنمية له أسرته، خدمة طبية صحية، خدمة مجتمعية، خدمة لوجستية، أديله حياة. ما ينفعش أجيبه هنا من غير حياة. أنا مش عايز أرجع القاهرة تاني. تمام. فإحنا لازمين في كل منطقة صناعية ولوجستية داخلة في المخطط العام المشروع أن يكون هناك مجتمع عمراني، مش كلام على ورق. أهم حاجة الناس تعيش إزاي. 1 مليون دول خلال كم سنة؟ خلال 15 سنة. 15 سنة. تمام سيادتك. وطبعا هي مش مليون، لما تضرب في 5 هتلاقيها يعني مجتمع تاني بيتعامل في مدن القناة. نعم. لأن احنا بنعيش في 6.5% من مساحة مصر، للأسف متكدسين كلنا حوالين الدلتا. احنا عايزين نسحب الشباب هنا ويبدأ حياته في المنطقة دي. فبالتالي الكونسبت او الفكره خلق فرص عمل دي يعني حاجه مهمه جدا. نعم. للدوله ولشباب مصر. شباب سينا، احنا سيبنا شباب سينا من اي فرصه عمل.
فبدأ يتحول إلى اتجاهات أخرى، وهم دول ولادنا فلازم ناخدهم في حضننا وياخدوا فرص عمل. وفي مشروع حفر قناة السويس الجديدة هشوف إن كل المقاولين أغلبهم مقاولين من أبناء سينا ويشتغلوا سعداء جدا، فبالتالي خلق فرص العمل ده مهم جدا. محافظات مدن القناة، الناس دي اتغربت واتهجرت وبسبب بيوتها عشان مصر تستعيد عزتها وكرامتها في حرب 73، برضو بنديهم فرصة عمل. كل المحافظات يبقى لها فرصة عمل، لكن الأساس خلق فرص عمل للشباب المصري. نعم. ليه؟ عشان نحتوي الشباب عشان حقهم على البلد ويبقى عندهم أمل. صحيح. احنا ان شاء الله هنزيد من دخل قناة السويس عن طريق تحسين خدماتنا البحرية لاستعدادا لهذا النمو في حجم التجارة، علاوة على ان مشروع التنمية في منطقة قناة السويس نفسه نمو. فبالتالي المشروع ده قايم زي ما هنشوف على ست مواني، قايم على الشيبينج، قايم على التجارة البحرية، فبالتالي هيزيد عدد السفن. يبقى انا لازم اكون عندي قدرة استيعابية ان انا استوعب هذا العدد من السفن، عشان قناة السويس تتحول مش مجرد مجرى مائي، تتحول الى قاطره النمو الاقتصادي المصري ان شاء الله. الزياده هتكون بنسبه قد ايه في بالنسبه لعبور السفن قناه السويس؟ دلوقتي هي مش موضوع عبور، هو موضوع حمولات. يعني مش باخد على عدد السفينه، ده باخد على يعني دلوقتي السفينه واحده بتشيل مقدار 4 سفن، فانا باخد على الحموله اللي بتشيلها وليس باخد على عدد السفن. تمام. فانا مقدر ان 2023 احقق 52% من دخل قناة السويس الحالي، يعني اوصل بدل 5.4 الى 13.4 مليار. ده سنة 23؟ 23. نعم. بس ده من غير حسابات مشروع التنمية في منطقة قناة السويس. نعم. مشروع التنمية في منطقة قناة السويس هيوصلني الى حوالي من 19 ل 20%. بس البعض بيفهم ان انا مش هستنى، مش هاخد عائد خالص لحد 2023. لا حضرتك، في جدول هنا يقول كل سنة هاخد عائد قد ايه. يعني خلاص هنبتدي من اول ما تفتتح هنبدا يبقى في يعني دخل زياده، الخير هيزيد. نعم. لكن التضاعف ده، لكن من الامانه ان احنا نقول انه بيحصل جراديولي الزياده، وحاسبين كل سنه طبقا للنمو في حجم التجاره انا داخل هيكون قد ايه، والحمولات اللي هتعدي قد ايه. تمام. وربنا يزيد. والسنه دي يعني احنا 2015، احنا 2014 حققنا اعلى معدل عائد في التاريخ، 2015 معديين اعلى من معدل العائد ان شاء الله. يعني احنا عدي 5.4 مليار ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دلوقتي احنا خلاص الفتره بتاعت ان احنا نتحط الحاجه في الدرج دي لازم ننساها، طالما اتوافق عليها زي ما حصل في قناه السويس الجديده، كان ندوس على الزرار فجر السد الترابي ينتهي العمل بعبور اول سفينه داخل المجرى الملاحي، والعمل لا ينقطع ليل نهار. تمام. احنا هنروح نروح لقناة السويس الجديد. نروح لقناة السويس الجديد. خش بقى على قناة السويس الجديد. كل ما هو احمر هو قناة السويس الجديدة. وكل ما هو احمر ده. ايوه. وكل ما هو ازرق هو قناة السويس الحالية. تمام. ده يعني الامتداد تقريبا متقارب جدا. 72 كيلو. هتصدق. هي الفكرة ايه؟ انا عندي نظام ملاحة من 1869 شغالين عليه، وشغالين على وان واي تيكت فردة، تراك واحد. احنا بتخش قفلت عندنا قفلتين يوميا من الشمال وقفلة من الجنوب. بتخش قفلة الشمال الاولى وتمشي لغاية لما توصل الى منطقة البحيرات الكبرى دي، البحيرات بتوقف. ده قسم شرقي من البحيرات وقسم غربي. السفن الكبيرة اللي هي الغطس بتاعها اكتر من 45 قدم توقف في الجزء الشرقي، وبقية السفن تقف في الجزء الغربي. الكباستي او السعة هنا 8 سفن فقط. تمن سفن فقط تقدر تمخطف او تبقى واقف على المخطفين. لو جالي 9 سفن اخلي السفينة 9 برة لليوم التاني، 10 اخلي سفينتين برة لليوم التاني، ده يقلل تصنيف طبعا قناة السويس، خاصة في ظل تطور بناء السفن وكله بيبني السفن اللي عملناها دلوقتي. فقلنا ان احنا نعمل الجزئية دي اللي بالاحمر دي 27 كيلو نخليها كلها للسفن العملاقة. خلاص. مش 45، لا ده انا بعمق ل 66 قدم. في نفس الوقت منطقة التانية تخش القافلة التانية من الشمال وتقف هنا برضو 11 ساعة. فانا بعمق المنطقة دي بحيث تاخد كل السفن العملاقة دي. ما بقاش في عندي انتظار توفير وقت. ولا في سفينة عملاقة ولا في سفينة صغيرة. فدي 10 كيلو، ودي 27، ادي 37 كيلو. وقلنا نعمل بقى
قافلة الجنوب بتيجي من السويس، خليج السويس، بتمشي في الخط الأزرق ده فري ران، وما بتقفش خالص لغاية لما تعدي منطقة البلاح. آخر سفينة من قافلة الجنوب تعدي، أول سفينة في الإيه؟ في الشمال تبدأ تخش. طول النهار وقف قوافل، يحصل الانتظار علشان أعدي و... آه طبعا عملية عقيمة، مش عقيمة يعني. آه المهم، ولو جه حصل جراوند هنا أو سفينة شحطت هنا، أوقف قناة السويس كلها، لأن ما عنديش تراك بديل أحرك فيه. فإحنا قلنا نعمل شورت كات من هنا ضد الدفصار ل 35 كيلو، ونحفر قناة تانية موازية للقناة دي، بحيث قافلة الجنوب لما تيجي تمشي في تراك تاني، ما تبقاش اند اون مع قافلة الشمال، يبقى عندي تراكين بدل تراك واحد، عندي دوبليكيشن. خلاص، ولو قدر الله حصل التراك ده حصل فيه حاجة، انقل على التراك التاني. بحيث ان ما اوقفش قناة السويس كده، مش ممكن توقف ان شاء الله، والغي زمن التوقفات داخل مناطق الانتظار، يبقى كده اسرع من الرحلة البحرية. الوقفة هنا معناها ايه؟ ان مالك السفينة بيدفع ايجار سفينة، بيدفع ايجار طاقم، بيدفع تكلفة وقود، بيأخر وصول البضاعة. انا هرغيره ده كله فقدر ارفع الاسعار تعويضا عن ده، بديله خدمة عبور سريعة. تمام. في نفس الوقت انا عملت اربع قنوات اتصال ما بين القناتين، عشان نفس المارين سيرفيس التاك بوتس والحاجات بتاعتي استخدمها ما بين القناتين، ما اجيبش لقناة جديدة معدات جديدة. نعم. ولو حصل امرجنسي هنا اقدر اوصل من ايه؟ من القناة دي لدي، ولو هنا اقدر اوصل من دي لدي، وفي اسرع وقت ممكن. ال 35 كيلو دول استلمتهم القوات المسلحة، الهيئة الانسية للقوات المسلحة، عشان بتعمل حاجة اسمها الحفر الجاف. نعم. حفر الجاف ده بيشيل الجبال والمناسيب عشان يوصلني للصفر، لمستوى سطح البحر، عشان اقدر ادخل المية من القناة القديمة للقناة الجديدة. وده حصل، احنا هنشوف ده عمل. انت هتبحر فيها النهارده. المية ما بتخشش على المناسيب العالية، بتخش على الصفر، اقل من الايه؟ من الصفر. انا استلمت منه هنا من الصفر، ونزلت ال 24 متر تحت، اللي هم 66 قدم، وباتساع 400 متر. بنعمل اكبر عملية تكريك في التاريخ. ما حصلتش في العالم ان حد شال 258 مليون متر مكعب من الرمال المشبع بالمياه، و242 مليون متر مكعب من الرمال فتره زمنيه الجافه في سنه سنه. وده المعجزه. يعني هم دول مصريه. اللي انا بفتخر واعتز ان انا اكون واحد منهم. كلنا بنعتز باننا مصريين، حاجه يعني تفرح. فبالتالي انت دلوقتي خلاص بنبحر في قناه السويس الجديده، وقدرنا ندخل الميه من القناه القديمه للقناه الجديدة، وقلنا نربط سينا هنا بست انفاق، ثلاثة في الاسماعيلية، اثنين سيارات واحد سكة حديد، وثلاثة بورسعيد، اثنين سيارات وسكة حديد، عشان نخلي سينا في قلب الوطن. طبعا الربط ده وحيسهل عملية التجارة والتنقل. القناة الجديدة في سيناء، الانفاق بتربط سينا بالوطن الام، ميناء العريش في سيناء بنطور من اول وجديد، مزارع السمكيه في سيناء، يعني كل حاجه بنحاول نخلي سيناء هي قلب الايه؟ في قلب الوطن المصري، وما نكررش الغلطه اللي حصلت، نرجعها ما نسيبهاش معزوله كده. مشروع التنميه ان شاء الله هيبقى اغلبه في سيناء. فده يقول ان سيناء بتمثل سدس مساحه مصر، فلازم تبقى في قلب الوطن، ونتعلم من الماضي للحاضر والمستقبل. احنا الحمد لله بنعمل اكبر عمليه تكريك في العالم، يعني اكبر عمليه تكريك كانوا قالوا في دبي 13 مليون متر، احنا بنعمل حوالي 500 مليون متر. 13 مليون ل 500 مليون. 500 مليون. احنا اكبر معدلات حصلت في التاريخ كانت 13 مليون متر مكعب شهريا، احنا بنعمل 41 مليون متر مكعب شهريا. كل ارقامنا داخل موسوعة جينيس. تمام، كل ده داخل جينيس. طب تسمع لي سياده الفريق، نحاول نحول ده للناس، للمشاهدين هم قاعدين في البيت، شوفوا الكلام النظري ده على الواقع، نسمع الارقام دي وهم في قلب الميه، وهم شايفين التكريك، وهم شايفين الاعجاز اللي تم ده بايدي مصريه. في الميه الجديده لقناه السويس، وزي ما بقول لحضرتك يعني دي اقل حاجه نقدمها للشعب المصري العظيم البطل اللي مول قناه السويس.
لواجهات السياسة الحالية. سيادة الرئيس، نعاهد الوطن، ونعاهد سيادتكم، ونعاهد شعب مصر العظيم، حافظ على قناة السويس شجاعاً للحياة ورمزاً للعطاء. نحن نتفكر من دلوقتي لعشر سنين. المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع 36 شهر 3 سنوات. مشاكل مصر زي ما انا شايف حضراتكم. اهلا بحضراتكم من قلب قناة السويس ومن اعلى اكبر سفينة حاويات في العالم. انا في وسط 192 الف طن بيتحركوا في قناة السويس الان، وفي الخلف هتبدو بعيد شوية قناة السويس الموازية برفقة الفريق مهاب مميش ومعنا القبطان رؤوف زكي. اهلا وسهلا. احنا في مكان مختلف تماما، ما كناش نتخيل ان احنا عشان ندخل قناة السويس نبقى في حاوية بهذا الحجم او سفينة بهذا الحجم. ممكن تكلمنا عن السفينة دي؟ بيقولوا ان دي اكبر سفينة حاويات في العالم. والحقيقة السفينة دي شايلة 192 الف طن. دي الحمولة بتاعتها 192 الف طن. جاية منين بقى؟ جاية من ماليزيا وراحة اسبانيا. جاية من ماليزيا معدية علينا وراحة اسبانيا. وراحة اسبانيا. الغطس بتاعها 15 متر تحت الارض، تحت سطح المية، تحت سطح المية، تحت سطح المية. احنا عمقنا في القناة الجديدة اكتر من كده، 24 متر. يعني دي ولا اكبر منك وانت عدي. ايوه هي وسد السدها. طبعا احنا لما بنعمق في القناة الجديدة بنعمل حساب الاجيال الجاية في صناعة وبناء السفن. طبعا خلاص ما بنشتغلش بنحط بص تحت رجلينا، احنا بنبص على قد المستقبل، يتطوروا 20 سنة قدام يجيبوا غطس اكتر عشان برضه نخدم الاجيال الجاية من العاملين في قناة السويس ان شاء الله. تمام. السفينة دي طولها قد ايه تقريبا؟ طولها 395 متر. 395 متر. فبتحتاج في اللفات والدورانات وال بتلف ودور. طبعا بتلف، احنا عاملين بنلف اهو دلوقتي. وعرضها قد ايه؟ عرضها 59 متر. 59 يعني كده 59 متر. 59. احنا واحنا طالعين يا سياده الفريق رجلنا اتهدينا من القناه على سلم قد كده، وبعدين نطلع في اسانسير 10 ادوار، وبعدين نطلع على سلالم ثانيه عشان نكون في النقطه دي. تقريبا حوالي 64 متر. العرض بتاعها ولا ارتفاعنا كده حوالي من 60 ل 65 متر. الحد الاقصى لاي سفينه لا يزيد عن 65 متر. لا يزيد عن 65 علشان كوبري السلام. كوبري السلام. كوبري السلام. تمام كده. هل احنا معتادين في قناة السويس ان تيجي حاويات بهذا الحجم؟ دي اكبر واحدة. دي اكبر واحدة. دي اكبر واحدة. ودي اول مرة تيجي. اول مرة تيجي. وهي لسه متصنعة بقى لها اشهر معدودة. واول مرة تعدي من قناة السويس.
ده بتعكس ايه لما تبقى حاويه وهما بيصنعوها اكيد عارفين انها هتمر من خلال قناه السويس؟ دي بتعتبر شهاده لقناه السويس. اولا شهاده لقناه السويس ولكفاءه قناه السويس ولاداره قناه السويس من العاملين في قناه السويس. الحاجه الثانيه برضو ده بتقول لنا ايه المستقبل، لازم نتعامل مع المستقبل، ما ننتظرش لغايه لما نكون غير قادرين على استيعاب السفن العملاقه تمر في قناه السويس ونبدا نقول هنعمل ايه. لا، احنا من دلوقتي بنجهز نفسنا للاجيال القادمه من السفن العملاقه. كل الشيب بيلدينج او بناء السفن دلوقتي بيتجه الى بناء السفن العملاقه، وتخش المواني وبتنزل الكونتينرز وتيجي سفن فيدرز صغيره ناخدها توزعها بدل ما هي تعمل الرحله الكبيره وتتكلف تكاليف كثيرة. فاحنا الحمد لله في قناة السويس الحالية وجديدة عاملين حساب الأجيال القادمة في صناعة هي الجديدة اللي احنا شايفين المية بتاعتها دي. ان شاء الله ان شاء الله، وهتشوفها بنفسك وهتبحر. احنا هننزل فيها، هنروح لها دلوقتي. بس هل سفينة حاويات بالحجم ده يمكن ان تكون في القناة الموازية واكبر؟ انت هنا دي 15.5 متر، احنا هناك 24 متر. وعرض القناة هنا وعرض زي القناة يعني. احنا مزودين هناك شوية كمان علشان الاجيال اللي جاية. هل المنطقة دي بتعتبر منطقة عريضة في قناة السويس ولا في مناطق اعرض من كده واوسع؟ لا، هي دي النمرة 6 دي برضو من المناطق العريضة، لكن عرض قناة السويس مش بيختلف كثير من منطقة لمنطقة. لكن احنا بنقدر ناخد سفن لغاية 62 متر عرض و 400 متر طول، ده يتماشى مع السفن العملاقة دي 59 و300 وحاجة. السفينة دي مديانة الفكرة اللي حضرتك كنت بتكلمني فيها، ان لو سفينة بهذا الحجم وحصل لها اي عطل ووقفت، لو اي سفن جاية هتتعطل. تمام، خلاص كده قناة السويس وقفت. تمام، لحد ما نصلح دي ونعمل بقى نشوف بالحجم ده او اصغر من كده كمان. صح، ما هتتحملش. فبقى كده عندي فكرة، طب هنلتقي ازاي يعني لو دي عطلانة؟ ازاي حضر اغير المسارات للقناة ده؟ هو طبعا لو دي عطلانة لنا تصرف ان احنا بناخدها على جنب كده، لكن حاليا في قناة بديلة. لو دي وقفت اقدر احاول الترافيك كلها على القناة من ما في التانية. نقطة التقاء، في نقطة التقاء في الدفرسوار وفي نقطة التقاء في البلاح، بحيث ان انا اعتمد على القناة التانية موقفش حركة التجارة العالمية. كانت سفينة واحدة توقف حركة التجارة العالمية بالكامل. نعم، دلوقتي لا، مش هتوقف حركة التجارة. مجرد ان اعرف ان عندي في نقطة ما مشكلة، خلاص ابدأ ادي بقى كده من البداية، اقول له خش على القناة التانية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ده شيء بديع جدا. وبعدين الاعماق، لا ابني زي ما انت عايز، انا جاهز ان انا استقبلك. ده للغطس. الغطس. الارتفاعات محددة وما فيش سفينة ارتفاعات، بس هي علشان كوبري السلام، عشان ما يحصلش احتكاك في كوبري السلام، فاحنا بنقيد الارتفاع. ويعني الحمد لله في الشيب بيلدينج ما فيش ارتفاع وصل اكتر من 65 متر. ايه؟ 192 الف طن. الحفارات بس بيبقى الليجز بتاعها، الحفارات دي بقى اللي هي بتيجي بيبقى ليها تكنولوجي تاني، بيقطع الحفار من رجلين عشان يأثر ويعدي وبعدين يلحم الحفار تاني. بس احنا برضو في مشروع التنمية في منطقة قناة السويس بنعمل ان شاء الله في بناء الادبية احواض تاخد الحفارات وتعمل لها عمرة في الجنوب بدل ما تعبر ده كله ان شاء الله. يعني ممكن هو يبقى جاي جاهز واحنا هنعملها لك عندنا ان شاء الله. ده في اطار مشاريع التنمية والمشروعات اللي هتقام ان شاء الله. احنا متخيلين ان في مشروعات هتقام هنا يعني ان شاء الله قدام شويه عند شرق بورسعيد كده وفي الجنوب عند العين السخنه هيبقى في مشروعات تنميه ان شاء الله باذن الله، هتعلو بمستوى المنطقه وتحولها الى هب او مركز اقتصادي صناعي ولوجستي عالمي ان شاء الله باذن الله. طيب احنا هندخل بس نشوف قياده السفينه، عايز اسوق 192 الف طن، اشوف ممكن انا ممكن اسوقها باي اتوبيس. بتخيل ان 192 الف طن معديين ورايحين اسبانيا هيعملوا بهم ايه؟ احنا هنا قدرتنا في قناه السويس نتساوي حتى 240 الف طن. لحد 240 الف طن القناه ان شاء الله تشيل. تشيل ان شاء الله ان شاء الله. الآن
أتحدث إليكم من داخل كابينة قيادة أكبر سفينة حاويات في العالم. أنا دلوقتي بسوق 192 ألف طن، أما اللي أنا ببص عليه فببص على كراكة عملاقة في القناة الموازية، قناة السويس الجديدة لأصحاب القلوب المظلمة اللي قالوا ده حفر على الجاف. يعني إيه قناة سويس؟ يجوا يشوفوا المية ويشوفوا بقى عندنا قناة بجد. الحلم اللي اتحقق قبل ما نوصل لستة تمانية اللي جاي اهو انا اللي شايف، وهاخدكم بعد شوية لهناك. سيادة القبطان محمود عجيز، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ممكن تقول لي انا سايق ازاي علشان انا خايف اكون سايق بسرعة؟ لا السرعة عندنا حضرتك الرادار بيبين لنا خط سير السفينة اول بان، وسرعة السفينة اللي هي السرعة على المتعادل سرعة السفينة على البر وليس سرعة فعلية. يعني ممكن يديني سرعة سواء معايا طيار مساعد او طيار مضاد. طيار مضاد هو مع المد بتاع الميه، الميه عاليه ده المد، ميه واطيه تبقى الميه جذري، بقى الطيار بيرفع بيزود سرعه السفينه الفعليه. ايوه. يعني انا سرعه كام؟ انا دلوقتي حاليا 8.8 من 10 عقده، اللي هي بتعادل حوالي 17 كيلومتر على البر. 17 كيلومتر في الساعه على البر، فدي 8.8 من 10 عقده. طيب العقدة اللي هو ما يعادل ميل بحري في الساعة. بس ده معنى كده ان السفينة دي هتاخد وقت طويل قوي على ما توصل لأسبانيا. في سرعة بعد كده بتزيد؟ عندي سرعات، احنا عندي جدول سرعات، انا ماشي على السرعة البطيئة. انا عندي انا اربع سرعات زي العربية بالظبط. الملاحة في القنوات الضيقة ليها اسلوب غير البحر المفتوح. هنا بنمشي بسرعات بطيئة. اولا المناورة هنا صعبة، لو انت ماشي بسرعة كبيرة عشان تلم الموقف بيبقى عمليه صعبه، ولازم تمشي بسرعه بطيئه تخليك تقدر تتحكم في المناوره بتاعه السفينه، وفي نفس الوقت فيه بيبقى وراك سفينه وقدامك سفينه، فبتحافظ على المسافه ما بين السفينتين. لو نهضت بسرعه كبيره ممكن تبوظ القافله بالكامل. فاحنا في سرعات بيلتزم بها المرشد اثناء البحار في المياه الضيقه اللي هي قناه السويس، وهذه السرعه بتتناسب مع حموله برضو السفينه. يعني انت حضرتك بتقول لي هنا ان السرعه لما السرعة بتوصل حاجه 40 كيلو في اقصاها هنا، لا داخل بعيدا عن البحر، داخل القناه اقصى سرعه قانونيه 17 كيلو. ليه بحافظ على البنكات بتاعتي؟ لا انا بكلمك عن السرعات المحدده هنا اللي في الرابع. المواد دي بيمشي لحد سرعه 23. ما 23 عقده في البحر المفتوح. ما 23 عقده دي بتعادل حوالي اكتر من 42 عقده تقريبا. 42 كيلو. 42 كيلو في الساعه. هل ممكن نعرف محتويات الحاويات دي ولا لا؟ تبقى طبقا للشحنات، يعني دي تجاره عالميه. هو طبقا عنده مانيفست بيبقى فيها كل حاويات، بس ملوش دعوه ايه اللي جوه. ملوش دعوه، هو يجي للمانيفست والحموله. هو سيادتك السؤال ده مهم جدا. المانيفستو بيبقى مطابق للشحنات. انا من حقي لو انا عندي اي بلاغ او اي شك ان انا اعمل تشيك اب على الحاويات. ممكن تكون شايله نفايات 011، ممكن تكون شايله ايه؟ نفايات، أو ممكن تشكي إلى مخدرات أو أي حاجة. لو أنا لقيته مخالف للمنافستو اللي هو مديهولي من حق إن أنا المنافستو ده بيبقى فيه أنواع البضاعة الموجودة في قائمة المشحونات. هو القائمة بتبقى موجودة. المفروض إن القائمة دي مطابقة للمشحونات. لو حصل خلاف من حق إن أنا أمنعه من العبور. لما بتمنعه من العبور هو بيرجع تاني؟ لا، بيبقى في قضية بقى عليه وبنستدعي التوكيل وبيبقى في إجراءات. يعني ما بتسيبوش يتحرك بال المحكمة طبعاً. أيوة، بس هعمل إيه في السفينة اللي جايباه دي؟ حركنها لحد ما خلص الإجراءات دي؟ حصل كتير. لما دي ممكن تعطل القناة؟ لا، كانها بقى أسحبها طلعها في البحر المفتوح في منطقة المخطف وقفها وتحفظ عليها بواسطة القوات البحرية المصرية. بالنسبة للأسلحة في اتفاقيات؟ تجارة السلاح غير ممنوعة. غير ممنوعة. نقل السلاح غير ممكن. احكي لحضرتك قصه حصلت لنا احنا. اتفضل. ان كان احد السفن الايرانيه اللي حامله سلاح الى سوريا. ايوه. والقوات الامريكيه اكتشفت هذا وفتشتها في عدن او مضيق عدن يعني. وقعدت عامله لها اصطحاب لغايه لما جبتها لنا عند السويس وقالت لنا السفينه دي شايله سلاح اقبضوا عليها. وكانت برضو الجهه الثانيه متداخلة. كان سيادة المشير سألني، قلت له احنا هنطبق القانون، هنطلع لجنة من عندنا تفتش على السفينة، لأن تجارة السلاح مش ممنوعة. لو السفينة المشحونات مطابقة لقائمة المشحونات ومينا الإصدار معروف ومينا الوصول معروف، أنا حسب من لها ماليش تدخل. ماليش ثلاث حاجات ما أقدرش أمنحهم فعلا. أقدر أمنحهم لو شايلة مخدرات
لو شايلة تجارة رقيق، لو سفينة في حالة حرب معلنة مع مصر، معلنة مع مصر أقدر أمنحها، ممكن تخش وتعمل لي مشكلة في قناة السويس. ففعلا طلعنا لجنة من الجيش الثالث الميداني ومن المخابرات العامة ومخابرات الحربية ومن هيئة قناة السويس، وفتشنا سفينة ورجعنا قائمة المشحنات لقيناها مطابقة تماما. 010 قلنا له السفينة تمر والسفينة مرت. ده قانون الناس بتحترمنا من خلال احترامنا للقوانين. شيء لا يصدقه عقل، أنا أقف على ظهر أكبر سفينة حاويات في العالم، أنا تحتي 192 ألف طن جايين زي ما قلت لحضراتكم من ماليزيا رايحين أسبانيا، والآن نحن في قلب قناة السويس. لما عيني بتمد كده، لو حضراتكم شايفين من هناك من بعيد في حوادايا في القناة وانت داخل كده على يمينك، دي بداية قناة السويس الجديدة أو قناة السويس الموازية من ناحية الشمال. في قدام المدخل من الجنوب، يعني لو سفن جاية في القناة الجديدة اللي منورة الدنيا اللي قدامنا دي، اللي هي تدخل في عين كل حاقد وكاره كان بيراهن على ان ده مش هيتم، عندنا قناة وبقى فيها مية، انا مش مصدق ان انا هنا فوق الحلم ده، فما بالكم بحلم جديد هنروح له بعد شوية نشوف ان بإيدين المصريين عملوا ده. السفينة تيجي كده وترجع تدخل من هنا تدخل على القناة دي. انتوا شايفين ايه اللي عمله المصريين وفي مدة زمنية وفي سنة؟ اكبر سفينة في العالم واول مرة تنزل المية وتتبل هي عندنا في قناة السويس. هي مش دلالة على اي حاجة، هي بس بتشاور على ان المصريين عملوا حاجة كبيرة قوي، عملوها هنا في قناة السويس الجديدة دي. جدودنا ماتوا فيها 1,000,000 واحد، هنا 40,000 تقريبا، 25,000 في قناة السويس، 40,000 واحد أو 41,000 إيد كانت بتحفر في القناة دي اللي لسه بنكمل ولسه الكركات شغالة. النهاردة قدامنا قناتين، وده فرق العصر، الأجداد والأحفاد. الأحفاد تفوقوا في الزمن، والأجداد هم اللي عملوا حاجة يعني شاهدة على إن المصري لما بيحب يعمل ولما بيبقى عنده عزيمة بيقدر. بصوا للصحراء، كانت أرض كده، أرض صحراوية بقت قناة وفيها مية، لما نعوز بنقدر، بس خلونا نتفق إن إحنا عايزين. يلا خدكم روح هناك. أنا من جنة، فجيت بدور على شغل، فعن طريق ابن خالتي تعرفت على الحاج بكري، فمسكت الموقع هنا بنشتغل. إيه يعني أنا شغال مع بتاع المساحة، بمسك البريزم، وبعد كده ببقى مسؤول عن الموقع، بنزل الدبش وشغل مع الحفارات. يوم ده الصبح إن شاء الله بصحى كده يعني أصلي الفجر، بصحى العامل اللي هو المسؤول عن المكن اللي شغل المكن عشان خطر المية تتنزح، أجيب أكلي معاي وعدتي عشان خطر إيه أبات على المكان عشان تصبح المية إيه؟ ما فيش مية عشان الناس تشتغل. والله بالنسبة لنا يعني 24 ساعة يعتبر شغال، يعني بالنسبة للعمال 7 ساعات وساعة غدا يعني 8 ساعات أو 9 ساعات، ممكن لو احتاجنا شغل بنكمل، بس لو ما احتاجنا الشغل زي ما حضرتك شايف ممكن نطلع على دبشة وحاجة بنوقف.
انا خريج خدمه اجتماعيه 2004، فسمعت عن المشروع ده، يعني احنا من الصعيد اصلا، فحبيت ان اشتغل فيها، كان نفسي اشتغل فيها يعني. وفعلا الحمد لله ربنا كرمني عن طريق ابن خالتي زي ما قلت حضرتك، انه عرفني بالحاج بكري، فاشتغلت مع الراجل ده. الحمد لله يعني ان احنا بنشارك مشروع عظيم زي كده، يعني لينا الشرف والفخر طبعا ان احنا بعدين نحكي لاولادنا ان احنا اشتغلنا هنا، حاجه تشرف يعني بصراحه. اكيد طبعا ولادي وبيتي وحشيني طبعا، لكن حضرتك عارف الظروف، وما ينفعش ان انا انزل، لان مسافتي بعيده وانا ساكن بعيد، فما ينفعش ان نروح اجي كل يوم او كل اسبوع او كل شهر حتى. يا ريت يشوفوا يعني الحاجات دي حتى لو على التلفزيون، يعني يشوفوا احنا بنعمل ايه، بنتعب ازاي، يعني يا ريت يقدروا ان احنا يعني النهار كله نهار والليل شغالين. مش عارف يعني، هم اكيد يعني هيبقوا فخورين بنا لما يشوفوا الحاجات دي يعني. والله انا يعني بصراحه كل انسان بيحب ابنه يطلع احسن منه، فانا معي خدمه اجتماعيه نفسي يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع محاسب، يطلع اي حاجه، يلقى وظيفه. يعني المشروع زي اللي احنا بنعمله ده يفتح قنوات شغل جديده، يعني يحد من البطاله، يكون في شغل، يكون في عمل، الناس كلها يعني مش عارف يعني نفسي يعني يطلعوا احسن مني، توظفوا، تبقى حالهم احسن مني كده بصراحه. بس فاحنا نامل يعني بفضل الله ان احنا المشروع ده يكون فتحه خير على مصر ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دلوقتي فوق كراكه هولنديه، واحده من اكبر الكراكات في العالم، برضو كراكه ضخمه جدا زي ما حضراتكم شايفينها من شمال ومن يمين. الكراكه دي بتعمل ادوار كتير قوي، بس اهم من الكراكه، الكراكه دي فين؟ الكراكه دي في عمق قناه السويس الجديده، قناه السويس الموازيه. احنا موجودين في قناه عمقها 24 متر. عايز اقول لكم تاني ان هذا المكان كان رصيف، مش هتصدقوا ان كانت العربيات من 4-5 شهور بتمشي في مية، ما كانش فيه مية، كانت صحراء وارض ورمل زي ده بالظبط. في وقت واحد المعجزة اللي عملها المصريين، لازم انا فاقد اتزاني من الانبهار. انا مش مصدق ان في شعب يقدر خلال شهور يحول صحراء الى المنظر اللي انتوا شايفينه. ويبقى عندنا 75% من أكبر كراكات العالم، تقريباً 40 كراكة بتشتغل في وقت واحد في قناة السويس. بتعمل إيه الكراكات؟ هنعرف، بس لازم نعرف المعجزة دي، ولازم أفهم من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الشغل اللي داير في وقت واحد، الإرضات، اللوادر والعربيات النقل اللي هناك، والعمليات اللي قاعدة تتم في جدران القناة دي إيه بالظبط؟ إيه الإبهار ده أولاً؟ أنا بشكر حضرتك. لا انا منبهر، انتوا اللي يعني انت وحضرتك وكل العاملين في الهيئه. المصريين دول ناس اخويا، ناس عندهم قوه اراده وقادرين على التحدي. كل العمل ده عمل المصريين، زي ما قلت الحاجه قبل كده، الفكره مصريه والقرار بتاع سياده الرئيس مصري والتخطيط مصري والتنفيذ مصري والتمويل من الشعب المصري. الحقيقه الكراكات اللي احنا عليها كنا لازم نلجا لتاجير كراكات عملاقه لسيادة الرئيس، لما أمر إن احنا ننفذ بسنة أنا رديت عليه قلت له تنفذ، يعني أمرك بقى فعل ماضي، يعني هننفذ. لما يصدر الأمر بسيد رئيس الجمهورية ننفذ، وبدأنا نخطط وهننفذ إزاي عشان أنفذ وأشيل كمية الرمال المشبعة بالمياه اللي توصل 258 مليون متر مكعب. لازم استعين بكراكات عملاقه، وبدات افكر ان انا اعمل تندر واعمل مراسه عشان استجلب الكراكات العملاقه. فعلا دي كانت اصعب مرحله، لان عشان اجيب 75% من كراكات العالم اجيبهم يعملوا موبيلايزيشن ويجوا هنا في وقت سريع جدا. شفت كمان ده عندهم فندق عايم وقاعدين هنا يعني، وصف من الكراكات. احنا بنشتغل النهارده ب 41 كراكه ذا سيم تايم، باللوجستيات بتاعتهم، بالوقود بتاعهم، بالتعيينات بتاعتهم، بالميه، بالزيول، بقطع غير، كل كراكه بتوصل حاجتها لغايه عندها، مفيش كراكه اشتكت شكل. الاداره دي بيديرها شباب مصر. انا قبل ما اوصل للكراكات، يعني عايز ارجع لحلم حضرتك، بس انا بعتذر طبعا عن الهيصه اللي انتوا سامعينها، مش عارف هي هتبقى طالعه قوي في الصوت يا شباب، هتبقى طالعه. طيب انا بعتذر للساده المشاهدين، بس الكراكه شغاله ومش عايزين نعطل الشغل، مفيش واحد رئيس جاي هو وضيوف العالم اللي جاي بتدخل قناتي. انا عايز ارجع حضرتك نقطه قديمه قوي.
اليوم عرفت ان حضرتك سبت القوات البحريه، ثم عرفت انك مسكت رئيس هيئه قناه السويس، ثم وانت بتستعد وجاي عرفت ان في مشكله في القناه. صح، انا اتقفل. لذا جاءت فكره هذا الفرع الموازي او القناه الموازيه. هي الحقيقه فعلا هي حصل كده، ان انا يوم ما كنت مستعد صباح ان انا اركب العربيه في قناه السويس، قالوا لي ان القناه اتقفلت عشان في ماتش شحنت قبل بورسعيد. ايوه، انا قلت لنفسي انا يعني مركب واحده تقفل حركه التجاره العالميه كلها، يبقى لازم نشوف حاجه بديله، حاجه موازيه، عشان التراك ده لو اتقفل انقل على التراك التاني، يعني حركه التجاره دي تقف يتاثر بيها كل مواطن في العالم. تمام. وبالتالي يعني لما وصلت اهتميت جدا بالموضوع ده وجبت الخراكيت سياده رؤساء. اول فكره جت لحضرتك انك تدور في ده كاول مسؤوليه في القناه؟ بالظبط، انا قلت لازم اعمل حاجه جديده يعني. فلقيت الساده رؤساء الهيئه المحترمين قبل مني فكروا بنفس الفكره، بس فرق بين الفكر والفعل، فاخدت الامور بصراحه. طلع في ناس فكرت في ده في التسعينات ولم تنفذ. ولم تنفذ. الحقيقه يعني بعد ما استقريت شويه لقيت شباب في الهيئه حاجه مبدعه، كلهم يعني على علم وعلى خلق وبتاع، فحاولت يعني اخليهم عندهم روح الابداع والروح الوطنيه، ونشترك كلنا في يعني في مشكله نشوف حل المشكله ازاي. وبدانا نفكر في جميع التخصصات، نقعد مع بعض 3-4-5 الصبح كل يوم عشان نجد حل. فعلا وجدنا الحل. تمام؟ كان فاضل القرار. القرار مش سهل. طبعا. فكان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للحكم، وكان عندي يوميها السيد رئيس الوزراء مسؤول عن مشروع التنميه بمنطقه قناه السويس، ومعمل له تقرير عن كل الاجراءات اللي تمت في المشروع، وفي اخر التقرير قلت له في الفتره الجايه في دور على الدوله وفي دور على هيئه قناه السويس. قال لي ايه دور هيئه قناه السويس؟ قلت له اعمل قناه السويس جديده. قال لي ايه؟ قلت له اعمل قناه السويس جديده. احنا فندم عندنا مشكله. قال لك ربنا يوفقك. لا، قال لي والله ده تبقى فكره المشروع القرب. قلت له انما عشان تنجح مشروع ده سيد رئيس الوزراء. عشان انجح مشروع التنميه في منطقه قناه السويس القايم على الشيبنج، لازم اكون قادر على استيعاب مزيد من السفن في قناه السويس واقلل فتره زمن العبور، وتماشي مع السفن العملاقه اللي بتتبنى كل يوم. فقال لي طب هات الخرايط وتعالى لي المكتب. يوميها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بيا بالليل بموضوع تاني. قلت له انا كان عندي رئيس الوزراء النهارده. هي الساعة 6:30 الصبح. وقال لي ربنا وفقك. احبطك تمام. 6:30 الصبح لقيته بيكلمني. قلت له قال لي صحيتك؟ قلت له انا صاحي. قال لي انت نمت؟ قلت له انا. قال لي انا ما نمتش. قلت له عشان الفكرة. قلت له الفكرة قابلة للتنفيذ لانها محسوبة بحبة الرملة ونقطة الرملة. انت حضرتك لما الفكره تصورت انك هتعملها بامكانيات قناه السويس طبعا، وتاخد سنوات من الميزانيه توفر ثلاث سنين وتعملها طبعا. فالرئيس قرر انها تبقى سنه ووفر كل الامكانيات، غير كل حاجه، وكانت الامكانيات هي الشعب المصري، هي ده مفتاح الشفره بتاع التنفيذ. الشعب المصري ما هو خلاص، لو معاك فلوس المشروع تقدر تشتغل، انت ظهرك محمى، ولحمى ظهرنا الشعب المصري. احساسك وانت واقف في قلب القناه اللي حلمت بيها من شهور، يعني ما قلناش سنين، اسعد واحد مش مصر في العالم كله. اذا كان في معنى ممكن يتقال للي حصل ده، مصر ومصر. حضرتك قلت لي ان هنا حوالي 40,000 مصري اشتغلوا في هذا المشروع. 41,000 غير 25,000 مصري في هيئه قناه السويس، غير 3,000 اجنبي موجودين هنا اللي بيشتغلوا في الكراكات والمشروعات دي، الاجانب اللي بيشتغلوا معاهم مصريين. بالظبط، كل كراكه عشان تستفيد من خبره حاطين عليها مجموعه مصريه. اللي بيشتغلوا هنا من المصريين مش هيروحوا، بيطلعوا يكملوا. طبعا العماله المصريه اللي اشتركت بدات في الاسماعيليه الجديده، وان شاء الله في مشروع التنميه في عماله ثانيه هنستقطبها علشان نوصل لمليون، علشان خلاص العجله ضربت. يعني احنا مش هنقف عند قناه السويس وهنفتحها في 6-8؟ لا، في مشروع التنميه الرئيس عايزه هو نفتح في 6-8، يبقى في مشروعات التنميه اللي تتوقع على الارض بدات، يبقى في الاستزراع السمكي
لا لا يعني عايز كل حاجه. انتوا جهزتوا مزارع الاستزراع المزارع السمكيه؟ اه حضرنا الحفر، حضرت الحفر حوالي 400 حوض. حوالي 400 حوض. والاحواض دي هتبقى هيبدا ب 460 حوض. اه وهتبقى فيها السمك والذريعه بتاعتها جاهزه، يعني فاضل لكم 60 حوض. ايوه دي المرحله الاولى. اه المشروع كله دول هيكونوا 460 قبل شهر 8 ان شاء الله. المشروع كله 3828 حوض. 3828 هياكلوا مصر كلها. دول هيبقوا فين على القناه يعني؟ دي على الضفه الشرقيه. الضفه الشرقيه دول مجهزين ومعمول لهم السيستم خلاص، وعملنا دراسات بيئيه مع جامعه قناه السويس ودراسات فنيه مع شركه اسباني، وهي داخله شركه معانا شركه اسباني للتكنولوجي والنو هاو وشغالين بيه. طيب انا عايز افهم موضوع الكركات وحضرتك طول الوقت لازم اقول للساده المشاهدين ان الفريق مهاب ماميشي اكتر حاجه منجحه هذا المشروع ان اللي حواليه بيحبوا، ان كل العاملين في الهيئه انا شايف العمال الصغيره حتى بيجروا مجرد انهم يشوفوه، المرشدين اللي ما ناموش وقعدوا من الثوره لغايه دلوقتي بيتكلموا عنه بحب شديد، المهندسين اللي بيشتغلوا شايفوا في وسطهم، لما سالتهم ايه السبب وهي مش كلام نفاق او رياء، انا خلصت شغلي خلاص ومروح يعني، ولكن هذا الرجل بيسهر معاهم لحد اخر الليل، يصبح معاهم الساعه 5 الصبح يلاقيهم موجود، والاهم ان الراجل ده اللي اتقال انه بياخد ملايين في الشهر وتنازل عن راتبه بالكامل من يوم ما جه وقال مصر ادتنا كتير. انا بقول المعنى علشان هذا الرجل العسكري ابن المؤسسه العسكريه المحترمه اللي بيرأس واحده من اكبر هيئاتنا اللي كان ليه فضل في هذا المشروع الضخم، النموذج والقياده لو ناجحه ولو محترمه ولو نظيفه كل الناس اللي حواليها هتحبها وهتعرف تشتغل. طول ما انا موجود وهو بيكلمني عن الاخرين مش عن نفسه، يقول لي معانا مهندسين، اتفضلوا يا باشمهندسين. اهلا وسهلا. كده بقى؟ كده. اظبط لك انا؟ تعالى جنبي هنا. ممكن تعرفنا بنفسك؟ مهندس محمد عادل نائب المدير التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة. والباشمهندس؟ مهندس احمد فريد نائب مدير المشروع التكريم. طيب ممكن تشرحوا لنا الكراكات دي بتعمل ايه وايه الكراكه دي والكراكات جايه منين؟ الكراكه حضرتك طبعا عشان المشاهد يمكن تعريف كلمه كراكه مش متداول يعني ما حدش يعرفها المتخصصين. الكراكه هي المعده المنوط بيها الحفر تحت الميه. تحت الميه؟ تحت الميه مش فوق الميه. ممكن تاخد برضه يعني 3 4 متر كده فوق الميه بطريقه معينه يعني. فالكراكه اللي بتحفر تحت الميه دي كراكه زي احنا فيها دي ممكن تحفر تحت الميه لغايه 37 متر. دي احنا طبعا حاليا بنحفر 24 متر في القناه، هي ممكن تجيب 37 متر. وعلى فكره برضه احنا عندنا كراكات مصريه ممكن تجيب العمق ده وشغاله في المشروع. كراكه حضرتك دي 37 متر تجيبهم ازاي؟ الجزء اللي حضرتك اللي احنا قدامنا ده اسمه اللندا او اللدر اللي نازل في الميه ده اللي هي السلاسل اللي تحت السلاسل دي اخرها في جزء اسمه لدر او لندا دي جزء حديدي كبير جدا وزنه حوالي 1200 طن. في مقدمته في حفار او كتر، الكتر ده برضو وزنه حوالي 50 طن، ده بيبقى جواه موجود اسنان كده موجوده عليه بيلف ويكسر في الارض، هو بيلف كده بيكسر في الارض على عمق 37 متر او حسب العمق اللي احنا عايزينه. العمق اللي انت عايزه 24 بيعمل 24. بيكسر في الارض وتحتيه فتحه كبيره اسمها ماوس سكشن، هو بيكسر والفتحه دي اخرها في طرمبات عملاقه جدا حوالي 10000 حصان بتسحب كل ناتج التكسير ده بتسحبه وتمشيه في مواسير ماشيه جنبنا كده وبعدين تطلع في المواسير تطلع جزء من المواسير ورا هنا اهو بتطلع في المواسير دي تطلع لغايه لما توصل بره خالص زي ما حضرتك شايف كده في احوال الترسيب. احوال الترسيب دي بتحصل فيها الميه الطينه تمشي فيها كده يحصل سيلمنتيشن للطينه والميه ترجع القناه تاني زي ما حضرتك شايف وانت جاي كده الميه ترجع تاني كاني بيتعمل لها تنقيه وترجع تاني لان احنا ما نقدرش نسيب الميه كلها بره لان طبعا الميه تبقى كميتها كبيره جدا لازم ترجع تاني يعني. فدي دي الكراكه عشان برضو ناخد فكره بسيطه كده للمشاهد يبقى عارف يعني ايه كراكه قوتها قد ايه. احنا بنقول عربيتنا قوتها 100 حصان 115 120 150 الكراكه دي قدرتها 32000 حصان 32000 حصان في حضرتك المسافه حضرتك شايفها دي طول حوالي 140 متر اشد من الطياره طول حوالي 140 متر عرض حوالي 22 متر بتشيل حوالي 1500 طن سولر او مازوت حسب النوع بتاعها. كل ده موجود في البيت حضرتك شايفها دي اللي احنا واقفين عليها دي ال 32000 حصان دول بيجروا هنا يعني فطبعا قدرات عاليه جدا عشان تطلع الانتاجات العاليه جدا. الكراكه دي بيوصل انتاجها في كراكه وصل هنا انتاجها ل 235000 متر مكعب بير داي
في يوم الواحد طلعت 235 ألف متر مكعب. 235 ألف متر؟ يعني حضرتك متر مكعب ده في يوم ده طن، يعني 235 ألف طن في اليوم من الرمال المشبعه بالميه اللي هي من تحت الميه. طيب ممكن تشترك معانا يا باشمهندس احمد وتقول لي الكركات دي ازاي بتساوي الارض؟ ازاي بتقدر الارض دي ما تطلعش الرمل تاني؟ انا الباشمهندس بيقول انها بتكسر. طب هتكسر في رمل، طب ما الرمل ممكن يطلع في الميه تاني ويتراكم فيعمل ارتفاع. طب الكراكه طبعا فيها حفار وفيها ترومبه سحب. ترومبه سحب بتسحب اللي الكراكه بتحفره. تمام. بقوه كبيره جدا. بس ليه انت بتحسس ان الرمل تحت كانه مسلح؟ ما الرمل بيبقى عايم. لا الرمل انواع درجات يعني. احنا هنا مثلا على في المنطقه الشماليه هنا من القناه الرمله ناعمه لينه، وفي مناطق صخريه. في مناطق صخريه لما بروح في الجنوب مثلا عند سرابيوم في كيلو 90 في البحيرات المره في صخر. تمام. لكل نوع تربه برضه هو بيركب حفاره معينه، سن الحفاره بيتغير بحيث يقدر يتعامل معاه. وترون بتسحب بتسحب تدخل في المواسير العايمه اللي هي ممكن تبان هنا الكراكه اللي قدامنا دي في ده خط الطرد اللي بياخد الميه مع ياخده يوديه الناحيه الثانيه بيوديه حوض الترسيب. يعني ممكن الكاميرا لو مبينه الحوض بياخد الرمل ويرجع الميه بتنزل في حوض الترسيب. حوض الترسيب ده عباره عن جسور عاليه من الرمل وجواه حوض كبير يعني ممكن يبقى 2 كيلو في 2 كيلو. طيب ما ردتش عليا برضو، بتعمل الرمل واضمن انه يبقى كانه اسفلت او من تحت؟ انا بقول 24 متر ما هيزيدش ولا ينقص. لا هو طبعا الكراكه اولا مزوده ببرنامج كمبيوتر بروجرام بنغذيه بالقطاع بتاع القناه، القطاع اللي انا عايزه بالبيت بالميول، وهي بتحققه لدرجه عاليه جدا لدرجه دي بتفرق زياده او ناقص 10 سم لان التطور طبعا في الكراكات يعني عالي جدا. زائد بعد الكراكه ما بتوصل للمنسوب في حاجه اسمها بيد ليفر ليفلر. ده اللي بيخش بقى ده عباره عامله زي السجاده. تمام. في كراكه ثانيه فيديو مصور لو حته عاليه نخليها لك زي الاسفلت. بالظبط كده. البيد ليفلر او مساوي الاعماق ده عباره عن كراكه بس ما بترميش حاجه بره، هي بتساوي العالي في الواطي. الكراكه دي تمنها كام؟ بتضخ بضغط ميه. الكراكه دي تمنها كام؟ حوالي 100 مليون فوق ال 100 مليون دولار. فوق ال 100 مليون دولار كراكه زي دي. يعني طبعاً. عندنا ثروه من العالم يعني. تمام. احنا ما هو الكميه اللي بتطلعها في الساعه وفي اليوم يعني ما نقارنها باي معدات كباشات بحريه. وانا ممكن اعرف الكراكه دي احسبها عندنا باليوم بكام؟ لا هي بالمتر المكعب. بالمتر؟ احنا بنحاسب بالمتر المكعب. يعني اللي مطلع 135 ألف دي في يوم. 235 ألف في يوم ده انا لو حسبتها بجنيه. لا ما طبعا هي اكتر من كده. طبعا هي تكلفه تعتبر بسيطه بالنسبه لانك بتحفر تحت المايه. لكن بتقول لي شلت التحالف ده شال قد ايه؟ بالمتر المكعب. ايوه. بياخد على سعر المتر اللي احنا متفقين عليه في العقد. ممكن نتقل حشيت 100 مليون، ممكن يبقوا 105، ممكن يبقوا 95. نحسب احنا الكميات في الاخر ونحاسب على اساس الكميات الفعليه اللي تمشي. طيب انا بشكركم مؤقتا. سياده الفريق بيقول لي ان احنا خلاص بنستعد لستة 8 الاحتفال العظيم العالمي بقناه السويس الجديده اللي احنا واقفين فيها، اللي الاصحاب اللي فقدوا بصرهم وبصيرتهم ما شافوهاش وانا بوريها لهم. احنا في قلب الميه، في قلب القناه اللي من 6-8 تقدر سفن العالم، اكبر سفينه في العالم تقدر تعدي من هنا على الرحب والسعه. نشوف الاستعداد للاحتفال، المنصه هتبقى فين، الحدوته ازاي قبل ما الشمس تغيب ان شاء الله. نروح مع الفريق مهاب مميش ونكمل رحلتنا ان شاء الله. الكراكات عامة أو الكراكة عامة المطلوب منها تعميق وتوسيع المجرى الملاحي. هيئة قناة السويس والكراكة مشهور تحديدا العشرة كيلو بتوع تفريعة البلاح، دول احنا بنزود الغاطس بتاعهم من عمق افريج 17 متر 18 متر بنوصلهم ل 24 متر. احنا بالنسبة لنا هنا المرحلة الأولى يعني إن شاء الله قربت على الانتهاء، قربنا نخلص. كراكة مشهور يمكن من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط،
كراكة مصة طاردة زاد حفار. القدرات بتاعتها حوالي 30,000 حصان قدرة المكن، فما شاء الله يعني دي تعتبر أكبر كراكة في الهيئة وأكبر كراكة في الشرق الأوسط. إحنا دلوقتي شغالين في المشروع الجديد، قناة السويس الجديدة في منطقة البلاح. المفروض إن إحنا إن شاء الله بمنطقة البلاح بنعمق المشروع لحوالي 24 متر ونص عمق، وبنوسع المجرى القديمة حوالي 60 متر. ان شاء الله احنا يعني انجزنا حوالي، قربنا ننتهي المشروع ان شاء الله، يعني في خلال الشهر الجاي ده نكون انهينا المشروع احنا وكراكات الهيئه كلها باذن الله. كلمنا عن روح الناس وبتشتغل ازاي الناس هنا، قد ايه هم مهتمين وقد ايه عندهم حاسين انهم عندهم هدف عايزين يحققوه. الناس هنا احنا نعتبر اسره واحده، احنا بنقعد في الكراكه مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهالينا، ففي ترابط وفي يعني جو الفه واسره كده بين الناس وبعضيها. والسنة دي برضو يعني المشروع الجديد يعني الناس برضو حاسة انها بتعمل حاجة جديدة، بتعمل حاجة للبلد، فما فيش حد بتوانا ويبذل اقصى جهد عنده عشان ربنا يكرمنا ونخلص المشروع بإذن الله. كراكة احنا بنشتغل على اعماق، بنبدأ هنا عشان شغالين قطعيات، نبدأ بقطعية 9 متر بنعمل حوالي 50 متر تقدم، بعرض التكريك حوالي 130 متر، بعد كده بنرجع تاني نجيب القطعية نفس القطعية دي بننضفها على 9 متر، يعني بنجيبها مثلا هو فيه المقاول عمل شلل اللي هو الستر الترابي الاول، فوصلنا اللي هو فيه حوالي تقريبا متر ونص فوق الميه، بنبدا من زيرو لغايه 9 متر، بنعمق الاول على 9 متر، ببدا اخش في الارض حوالي تقريبا 50 متر، يعني هو الشوط بتاع العربيه بتاعي 5 متر، بخلص العربيه بتاعتي ببدا اغير تاني لغايه مثلا ما امشي 50 او 40 متر في التقدم بتاعي في عرض 130 متر، وابدا ارجع الشغل ده تاني وابدا اشتغل على 12 لغايه ما اوصل لغايه 24. شرف لاي مصري ان هو يشتغل في مشروع زي ده. طبعا ان احنا بنعمل مستقبل لاجيال للاجيال اللي جايه، يعني هنقول اجدادنا اللي هم حفروا القناه زمان، اخد بالك، يعني جيل بيسلم الرايه لجيل واحنا بنسلم الرايه. انا شغلتي فني شريط بحري، شريط بركب شريط العائم حضرتك اللي هو بناء على البحري اللي هو رئيس التكريك بيديني تعليمات ببدء العمل في الشريط العائم. الشريط العائم بيمشي فيه الرمل والزلط والحجاره والكلام دوت سليم في حواض الترسيب، والحمد لله رب العالمين الهيئه موفر لنا حواض ترسيب، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني 24 48 ساعه خدمه متواصله ما فيش راحه لاعمال الصيانه. شغلتي هنا انا يعتبر انا الكنترول ده، انا مسؤول عن الكنترول ده اللي هو يعتبر التحكم، مسؤول عن الكراك كلها. تمام، هو يعتبر زي القلب بالنسبه للبني ادم، هو ده قلب الكراك، المكان ده هو قلب الكراك. انا بقى مسؤول عن التشغيل، انا اللي بشغل، وانا اللي بدي مثلا خدمات للميكانيكي تحت، وانا اللي لو في انذارات او اي خطوره تعرض لها الكراكه انا ببلغ بيها، او انا اقوم بايه زي دلوقتي زي انذار الحريق ده. عايزك تقول للناس انت اتعاملت ازاي مع الانذار اللي حصل دلوقتي. اول حاجه ببطل السرينه، وبعد كده ببلغ زميلي فوق اللي في البسرية اللي ينده بالنيب النداء العام اللي هو مثلا مكان المنطقه بتاعه الانذار الحريق فين بالظبط، انا بعرفه عن طريق الشاشه هناك. حاسس بايه والمشروع يعني خلاص قارب على الانتهاء، قرب ينتهي وقربت تشوف ثمره اللي انت بتعمله؟ والله انا فرحان خالص، بس طبعا الحاجات دي ما تتوصفش، تبقى حاجات يعني اتمنى ربنا يتمها بس خير على خير يعني ان شاء الله. غابت الشمس والليل دخل واحنا في قلب قناة السويس. قناة السويس الحلم، قناة السويس الامل، قناة السويس النموذج، قناة السويس اللي بتقول المصريين يقدروا يعملوا ايه. انا في قلب مية تاني كانت صحراء، كانت رملة وكانت طريق، وفي سؤال دايما هيفضل شغلنا لحد يوم 6/8، هما هيحتفلوا بقناة السويس ازاي؟ هو الرئيس السيسي اللي عازم ضيوف العالم جايين لنا، هنعمل احتفالية عظيمة. الاحتفالية دي هتبقى فين؟ شكلها ايه؟ الفريق مهاب مميش هيقول لنا هنحتفل ازاي يا سيادة الفريق. هو سيادة الرئيس امر بتشكيل لجنة خاصة بالاحتفال من خبراء، من اعلاميين، من التلفزيون المصري، من شؤون معنوية القوات المسلحة، من الهيئة الانسية من القوات المسلحة المصرية، من هيئة قناة السويس. اللجنة الحمد لله عملنا تصور الاحتفال ياخد التقاليد والعادات البحرية. الأول الاحتفال هيكون هنا، فإحنا دي منصة الاحتفال، دي منصة الاحتفال كلها بتتبني. وفي تعمل تندر عشان ننقي شركة تقدم شركات عالمية عشان ننقي شركة منهم تتولى عملية وضع تخيل الاحتفال ويعرض على سيادة الرئيس. لكن
كده ولا كده، ده السنتر بتاع الاحتفال، دي منصة الاحتفال هتواجد فيها سيادة الرئيس وملوك ورؤساء العرب. هيكون جاي قافلة الجنوب أو قافلة العرض جاية من الجنوب، وغالبا سيادة الرئيس هينزل هنا ويطلع في الرمل ده على منصة طبقا لل يعني الرجيم بتاع الاحتفال. هتبدأ عرفت إن المنصة فيها سر. وحياتي أمر بدء تشغيل قناة السويس الجديدة. هتبدأ الكوبوي يتحرك ويعدي من قدام المنصة. احنا طالبين من التوكيلات الملاحيه انهم يبعتوا اكبر سفن في العالم تيجي تحتفل هنا، تعدي والاحتفال بحري 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 بحري، وفي نفس الوقت القناه الثانيه تكون شغاله بحيث لما تصور من الطياره يبقى الدوبليكيشن باين للناس كلها ان احنا بقينا في ازدواجيه في قناه السويس. هيبان هيبان، وان شاء الله تمثل في الاحتفاليه كل فئه الشعب، هيبقى كل الفلاحين العمال حتى ذوي الاحتياجات الخاصه ربنا يكرمهم كله هيمثل ان شاء الله. القناه دي ملك الشعب اللي حفرها الشعب. طب قول لنا حضرتك مفاجاه في هذا الاحتفال، يعني اكشف لنا عن مفاجاه لجمهورنا وهو بيتفرج النهارده شاف حاجات جديده واحنا في قلب القناه. لا هو الاحتفال هيبقى مفاجاه كله لانه واخد الطابع والاحتفالات والتقاليد البحريه، يعني احنا بنفكر ان كل سفينه من بتعدي ان شاء الله ان شاء الله تبقى تجيب مجموعه راقصه ترقص رقصة شعبية تعبر عن الدولة صاحبة السفينة. حس القناة كلها تبقى ترقص وقت واحد. كل المحافظات هيبقى في فرقة زي الفنون الشعبية هترقص على أغاني المحافظات كلها. هي هيبقى في شبه بين الاحتفال ده واحتفال الافتتاح قناة السويس. أكيد الأولى. أكيد أكيد. يعني احنا حتى يوم العرض بتاع إعطاء شرط للبدء عملنا منصات كلها على منصة الاحتفال الأولى. على منصة اللي حضرتها أوجيني عشان نقول هناك في تواصل ما بين الأجيال في مصر. متوقع يكون حاضر كام في الاحتفال؟ بحب كتير كتير ألاف 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 ألاف، لأن طبعا سيادة الرئيس عايز يظهر مصر بصورة عروسة، يعني طبعا هي عروسة خد بالك، ويظهر مصر قدرة المصريين على الإنجاز، ويعني عايز يبعت إشارة إن مصر تتولد من جديد. امتى هيبقى في هنا؟ عرفت ان في لوحات وتماثيل، في جداريات هتتعمل، في جداريات وتماثيل هتتعمل تمثل الانسان اللي حفر. هتبقى هنا بس ولا على امتداد القناه؟ لا على امتداد الجزء الاخير ده. هيبقى في جداريات وفي علامات لاند ماركس تقول انت فين وتحكي تاريخ مصر وتاريخ قناه السويس. ما شاء الله ما شاء الله. انا يعني لازم اقول لحضرتك مبروك. الله يبارك فيك. وشكرا الي لك. الله يخليك. شكرا لكل واحد عمل حاجه هنا، يعني ادى امل لمصر وادانا امل لبكره. الحمد لله. وشكرا للقوات المسلحه المصريه طبعا والهيئه الانسانيه للقوات المسلحه اللي اشتركت معانا بالحفر ده، واحنا اشتركنا باعمال التكريك والاعمال الفنيه، لان طبعا عمل زي ده ما فيش حد يقدر يشتغل لوحده. طبعا لازم الايادي تتكاتف خد بالك والقلوب تتعانق من اجل مصر، وده اللي حصل فعلا. ان احنا انا اقول لك حاجه، كنت بمر على الكركات كلها والكركات بتاعتنا، عمر ما حد طلب شخصي واحد من العاملين، كلهم عايزين يشتغلوا عايزين أكثر. يشتغلوا ومش عايزين يمشوا. والله انا كنا بنفحر وبقى خلصنا حفر وكنت شايفين في التدبيش وشغالين من اشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه 4 اخر النهار. بقالك قد ايه بتشتغل هنا؟ انا بقالنا 6 شهور هنا. حاسس انت هتخلص ولا حاسس الموضوع لسه طويل؟ لا خلاص كده يعني مش هتطول المشروع، يعني خلاص كده مش هتطول برضه. طب اول ما جيت حاسس ان الموضوع لسه صعب ولا بقى فيه سهوله عن الاول؟ لا انا اول ما جينا كان يعني الناس كلها كانوا بيقولوا الموضوع مشروع صعب بس دلوقتي يعني بقى خلاص يعني اتحقق وخلاص يعني مش شطة فيه كده. طبيعة الشغل ان العربيات دي تجلب الدبش واحنا بنحاول ندي الحفارات والحفارات تاخد تدي العمال تحت والعمال تبدأ بقى بالتدبيش والرص والكلام ده. بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ بتشتغل 8 ساعات واللازم الأمر ممكن نكمل عادي، يعني لو الشغل مفتوح قدامنا شغالين عادي. لا طبعا مشروع كويس جدا وجميل جدا والعالم كله بيتكلم عليه، فلازم احنا نحس بمسؤوليه الكلام دوت
ونقدر الكلام ده كويس ونعرف الناس ان احنا شغالين في حاجه كويسه وبنعمل انجاز وكفايه ان احنا طبعا هيبقى معروف ان احنا اشتغلنا في المشروع دوت وطبعا لملايين السنين مش سنه ولا اتنين. زي وضع الحفر القنال القديمه برضو زي ما احنا بنتكلم على ان جدودنا حفروا فيها وتعبوا وشقوا وفي ناس ماتت فيها كتير، نفس الوضع اللي احنا بنعمله دلوقتي ان بقول ان حفرت في القنال واشتغلت في القنال على مر السنين وعلى مدى الزمن الناس هتكلم عليه زي ما بيتكلموا عليه حاليا دلوقتي. احنا هنا اليوميه ماشيه 7 ساعات 8 ساعات، شغلهم من الساعه 8 مثلا كده لعند الساعه 4. لو في شغل بقى مفتوح او كده او مثلا كنا عطلانين قبلها بيوم وفي شغل شغال بنكمل بقى بنزود اليوميه، ممكن نشتغل للمغرب او بعد المغرب ان شاء الله. بعد ما يتفتح المشروع دوت هتمشي فيه سفن اكتر من الاول. يعني كان الاول احنا بنشتغل على القناه ده في البر الثاني، وقبل ما نعمل المشروع دوت كان السفن بتعدي مثلا جايه من بورسعيد كده رايحه السويس بالنهار، بس تيجي من السويس لناحيه بورسعيد بالليل. دلوقتي هيكون في تقابل اكتر، يعني هيكون السفن داخله من ناحيه السويس رايحه ناحيه بورسعيد، هيكونوا متقابلين مع بعض، هيبقى في عدد اكتر ان شاء الله هيعدي من القناه، وهيكون في دخل كويس للبلد باذن الله. فرق بين ما جيت كانت اول الشغل كان صعب شويه وبعد كده استسهلنا واشتغلت الشغل وصل دلوقتي احسن بكتير من الاول. حاسس بيه وانت شغال في مشروع كبير زي ده بالنسبه لمصر؟ انا حاسس ان هو هيبقى الي ولا عيالي ولا الدنيا كلها هيتها، مشروع كويس مش مشروع شين يعني، وهيبقى فتحه خير على البلد ان شاء الله. والله انا بقوم الصبح بدور حفاري وبشتغل، والظهر بناخد ساعه مثلا غدا ساعتين على حسب الجو يعني، وبنكمل يومنا عادي. ايام الحفر كنا بنشتغل ورديتين وثلاثه لان طبعا كان مطلوب في وقت معين يتسلم وكده. بصراحه الواحد فرحان يعني، ما كانش متخيل المشروع يخلص بالسرعه دي، وبصراحه يعني حاجه عظيمه يعني. زي ما شفتوا احنا في قناه السويس مغادرين الان، هنطلع من قناه السويس الجديده لقناه السويس القديمه اللي هي كلها قناه السويس اللي هي اتعملت بايدي مصريه سواء قديما او حديثا. احنا خارجين وبنقول لكم، بنقول لكل واحد دفع جنيه وناس حاولت تشككه او تقلقه او تخوفه، بنقول له فلوسك اهي، الفلوس اللي دفعتها بامان هي اللي عمرت وهي اللي بنت وهي اللي جرت الميه. وهنا على الجنبين سنين قليله قوي، على مدى 3 سنين بس هتشوفوا هنا حاجه تانية، هتشوفوا بورسعيد، هتشوفوا الاسماعيليه، هتشوفوا السويس، هتشوفوا سينا. واللي يقدر يعمل ده بس ايدنا كلها مع بعض، ايدينا في ايد بعض، كلنا هنبني وكلنا هنعمر وكلنا هنفرح ببلدنا. مصر هتفضل بخير طول ما انتوا بخير، وطول ما شعبها ما بيبخلش عليها وبيحبها. تصبحوا على خير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله شقيت يا مصري هنا القناة، واليوم ده عيدك بتبني تاني مجد وحياة مجد وحياة. ابني وعمر ابني وعمر، هلل وكبر هلل وكبر، وقول بهمة الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ابن بلدي احفر يا ولدي، احفر يا ولدي عزمك حديد، عرقك بيجري في المجرى يا ابني، يكتب بإيدك تاريخ جديد. وانا جاي اغني وجاي اهني واقول يا مصري تسلم ايديك، ادي السفينة من كل مينة
بتقول يا مصر الله عليك. انا جاي اغني وجاي اهني واقول يا مصر تسلم ايديك. ادي السفينه من كل مينا بتقول يا مصر الله عليك. ابني وعمر ابني وعمر هلل وكبر هلل وكبر وقول بعزة الله أكبر الله شط باب كل راك هو المراك الشط باب حوت وعدي على مصر هدي تلقى الأمان شهيد ينادي ويقول بلادي رايتك هتعلى والخير يزيد. ابني وعمر ابني وعمر هلل وكبر هلل وكبر وقول بعزة الله أكبر الله.